نروح إلى قطر. ياهم ياهم خير، أحد الإخوان اللي بسيارته تحت الجسر، الماي حصرته غرق، في الإسعاف في القطر إلى إنقاذ القطر للدفاع المدني وطلعوه. شوف التقرير. بالراحة 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 عليه بالراحة عليه بالراحة عليه. لا لا يوقف لا يوقف لا يوقف لا يوقف. هذا صار بالسعودية وبقطر، ناطرين ينا المطر. احنا اخوي انا المطر شوارعنا اول شيء تذوب والحصم على هالكبر، ونشوف المباني الجديدة، ناطرين المطر. انا بصراحة ناطر المطر، ابي المطر اساس نعرض جودة الانشاءات ان شاء الله. ناطرين ان شاء الله. اخر تقرير.